تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30، والذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة: العريس يغازل عرش آسيا ويشعل قناديل الفرح الاتحادية في سماء العروس، والأهلي يخسر قمة ذهاب الديربي القاري، الاتفاق يتحفز للثأر من رباعية الكويت الكويتي، والتعاون يستغل التوقف لتجهيز لاعبيه المصابين. الأمير فيصل بن تركي يؤكد: لن أسكت على استخفاف لجنة الانضباط بالقوانين واللوائح، ولجنة المهنة تبعد الحكام القضية عن الجولة المقبلة. آلام الركبة تبعد كاماتشو عن تدريبات الشباب، والخضير يعتذر للاعب الفيصلي في زيارة للنادي. هذه عناوين الحلقة. نبدأ بأخبار شوت، وبعد أخبار شوت ناقش كل قضايانا واللي فيها أكيد طبعا الخبر الرئيسي: فوز الاتحاد على الأهلي في مباراة الذهاب في نصف نهائي الآسيوي. استغرب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر إصرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على تثبيت قرار العقوبة الصادرة بحقه على هامش دخوله الأرض المستطيل الأخضر لملعب مباراة فريقه أمام الشباب، وتعديل السبب إلى دخول الملعب بالزي الرسمي. وأكد الأمير فيصل بن تركي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنهم لن يسكتوا على استخفاف لجنة الانضباط بالقوانين واللوائح وتغطية أخطائهم الفادحة، مهددا باللجوء إلى الاتحاد الدولي الفيفا. وتشير الأحاديث الإعلامية إلى أنه من المتوقع صدور عقوبة أخرى ضد رئيس نادي النصر من لجنة الانضباط بعد نزوله لأرض الملعب بالزي الرسمي عقب مباراة فريقه السابقة أمام نجران في الجولة 10 من دوري زين. أبعدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الحكام محمد الهويش وترك خضير وفهد المرداسي من التحكيم في الجولة المقبلة من منافسات دوري زين السعودي للمحترفين، بعد أن أعلنت قائمة قضاة الملاعب والتي خلت من أسماء الثلاثي، حيث سيدير الحكم صالح الهذلول مواجهة الهلال والفيصلي، ويقود مباراة الاتفاق والشباب الحكم فهد العريني، وسيكون لقاء النصر والشعلة بصافرة عبد العزيز الفنيطل، وسيحضر الحكم خليل جلال في مباراة هجر والتعاون، فيما سيكون لقاء الوحدة والرائد بقيادة الحكم عبد الرحمن المالكي. أما مباراة نجران والاتحاد سيحضر فيها سامي النمري، وأخيرا مواجهة الأهلي بالفتح ستكون بصافرة عبد الرحمن العمري. أجبرت آلام الركب البرازيلي مارسيلو كاماتشو المحترف في فريق نادي الشباب على الغياب عن الحصة التدريبية لفريقه اليوم، حيث تخلف عن مشاركة زملائه بقرار من الجهاز الطبي. وكان الفريق الشبابي قد واصل اليوم تدريباته على استاد الأمير خالد بن سلطاني بالنادي تحت إشراف المدير الفني السيد ميشيل برودوم، وبدأت الحصة التدريبية بتدريبات اللياقية تحت إشراف مدرب اللياقة، أعقبها المدرب إيميليو فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات طبقت بعض الجمل التكتيكية على منتصف الملعب. اعتذر الحكم السعودي ترك خضير الذي أدار مواجهة الفيصلي والوحدة للاعب الفيصلي عبدالله المطيري بعد الاحتكاك الذي حدث بينهما خلال المواجهة، وتواجد الحكم ترك خضير في تدريبات فريق الفيصلي اليوم وقدم اعتذاره للاعب ولرجالات النادي والجماهير. وعلى صعيد متصل واصل فريق الفيصلي تدريباته الاعتيادية بفترتين صباحية ومسائية، حيث تركز الميران الصباحي الذي أقيم عند الساعة 6:00 صباحا على النواحي اللياقية، فيما أشرف مدرب الفريق على الميران المسائي والذي حرص من خلاله تطبيق النواحي التكتيكية قبل أن يختتم الميران بمناورة في منتصف الملعب. تواجد الثنائي عبد العزيز فلاتة وسلوفيني داليان روزوفيتش لاعبا فريق التعاون الأول لكرة القدم اليوم في العيادة الطبية للنادي، حيث يستمر برنامجهم الطبي إلى ما بعد إجازة الحج، في الوقت الذي واصل فيه الفريق تدريباته اليومية على أرض ملعب النادي تحت إشراف المدرب المقدوني جوكيك الذي بدأ التدريب بمحاضرة بين من خلالها البرنامج التدريبي لما بعد فترة التوقف، ومن ثم تنوعت التدريبات ما بين لياقية وتكتيكية. وحدد الجهاز الفني 3 أيام راحة للفريق لفترة العيد على أن تبدأ الخميس المقبل، وتعود التدريبات الأحد على فترتين صباحية ومسائية باستثناء الثلاثي محمد الراشد والحاج بوغش وخضر الزهراني بعد أن أعطيوا الإذن لمدة 1 يوم، وسينخرطوا في التدريبات يوم الاثنين نظرا لارتباطهم بأداء مناسك الحج. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو: كابتن فهد الهرايفي نجم الكرة السعودية والمحلل الفني لبرنامج كرة، والعريس. مساك الله بخير يا فهد. هلا والله بك يا تركي وأخوي محمد وبالمشاهدين. مبارك لك على الهواء، نقول لك ألف مبروك، يعني كثير تبريكات جات وحقك، يعني لازم نوصلك تبريكات المحبين اللي فرحانين لك طبعا. الحمد لله يا رب، أقول الحمد لله، يعني الواحد لقى نصيبه
الحمد لله. وبهالمناسبة أحب أشكر يعني كل من دعالي وكل من هناني وتمنى لي التوفيق، وعلى رأسهم صاحب سمو الملك الأمير نواب بن فيصل وصاحب سمو الملك الأمير ممدوح بن عبد الرحمن، ولا أنسى كثيرين من أصدقائي وعزيزين علي، عبد العزيز العمري وإخوانه، عبد العزيز المسند، يعني رجال الحقيقة يجب أني أشكرهم، وقفوا معي وقفات مرة وقوف رجال الحقيقة. وأشكر كل من تعاطف ودعالي، وأتمنى لهم إن شاء الله كل الأفراح الدائمة يا رب. بإذن الله بإذن الله. الله يوفقك يا رب. كابتن محمد ديع النجم الكبير ومحلل فني للبرنامج كورة، مسخر أبو عبد العزيز. مساء الخير تركي، وبارك الفهد، ومسي عليه وعلى أخواني المشاهدين الكرام. شكلك تعبان اليوم أنت. مزكوم. تغير الجو. سلامات إن شاء الله ما تشوف جرب عبد العزيز. ما يسامحك عليه يعني، حتى لو مريض يقول لك تعال صح؟ لا أنا بحج وطعمت ومرضت، ما أدري كيف تجي هذا. نشوف اليوم مباراة الاتحاد والأهلي انتهت بهدف اتحادي مقابل لا شيء للأهلي، سجله العريس نايف هزازي. نشوف هدف المباراة وبعد نرجع نواصل حلقتنا. يتعرض لها كامل الموسى، محاولة ملعوبة، دي سوزا، اوبا بتعدى، هزازي جول، هزازي جول، هزازي جول، هزازي جول، هزازي جول، الله على طول نايف هزازي، هزازي يلعلع، لعلع بفن الحلو على الحان النمور، على الحان النمور نايف هزازي في الدقيقة 66 من عمر الشوط الأول، من عمر الشوط الثاني، من عمر المباراة، نايف هزازي يهز مدرجة ملعب المباراة. هزازي، فهذا هدف المباراة. أخبار شوط اليوم كانت معانا رئيس النصر يؤكد عدم سكوته على لجنة الانضباط، القرار اللي صدر بحق رئيس نادي النصر، البيان اللي صدر في الأول كان يتحدث أنه بسبب عدم وجوده في كشوفات النادي، اثبت النادي انه الرئيس كان مسجل بكشوفات النادي، قالوا لا علشانك انت ما كنت لابس ثوب وغتره. رئيس النصر يعني اليوم على تويتر اكد انه لن يسكتوا على استخفاف لجنه الانضباط، وانه يعني انه هذا البيان الاعلامي كان فيه كثير من الاستخفاف بالنواحي القانونيه. تعليقك فهد. والله شوف، أنا أعتقد أنه بعض القرارات تأتي يعني لجنة الانضباط تحاول تجيب من كل على ما يقولون بستان وردة ولا شيء، فأنا عشان كذا جاءك هناك كان خطأ. يمكن في أحد الحلقات ناقشتوها، أعتقد قبل يومين أو ثلاثة ناقشتوها، وقلت لك يا تركي أن في رسالة أني أعتقد أن الإيقاف كان بسبب دخوله أرضية الملعب وليس بالتسجيل، لأنه متأكد أنه ما يقعد إلا مشيكين على الأسماء. لكن خليني أقول لك أني أنا مع الأمير فيصل بن تركي في موضوعية الاعتراض ورفع تظلم للاتحاد الدولي إذا سارت القرارات تأتي بمثل هذه الأخطاء البدائية، لأنك لما تصدر قرار يجب أن يكون فيه اجتماع، يجب أن يكون ملابسات الموضوع وحيثياته تعطيك على هالأساس تصدر أنت فيه قرار. فأنا أقول لو هناك لجنة لفضل المنازعات اللي أتمنى أن نكمل بهذا التطور الكبير في رياضتنا وهذه اللجان الكثير، أنه الآن بدل ما أروح للاتحاد الدولي يكون عندي لجنة فض منازعات من أجل تفصل كل أحد، يعني حتى رئيس التعاون عنده اعتراضات، رؤساء أندية كثير عندهم الاعتراضات، لكن قد تكون هناك موضوع الاحترام لبعض المقامات في الرياضة السعودية أنها ما توصل أنه إلى مرحلة الشكاوي. أقول أنك أنا مع الأمير فيصل في هذا الموضوع، ومن حقه أنك تصدر علي عقوبة ما هي في محلها وبطريقة تطلع الوسائل الإعلام بهذه الطريقة ثم تتراجع. فأنا أعتقد أن هناك يجب أن يكون هناك توضيح، يعني حتى أنه أخوي أحمد المصيبيح طلع بتوضيح في أن موضوع لجنة المسابقات هناك لبس في موضوع الشماغ والثوب من يلبسه، هل هو يعني مسموح لرئيس النادي في أنه يدخل الملعب بثوبه أو بشماغه، يعني فأعتقد أنه كان ممنوع. طيب فهنا يجب أن يكون الصورة واضحة للوسط الرياضي. أبو عبد العزيز، هم المشكلة ما يتراجعون، يعني تصدر عقوبة ويدرون أنه في خطأ ولا يشلون العقوبة هذه، وهذه خطأ من حق الأمير فيصل أنه كل رؤساء الأندية تمر من عند وسط الملعب
ما اعتقد ناقش حكم ولا شيء ولا غلط على احد، بس لجنه الانضباط هي اللي يبيل انضباط. اوف صحيح والله هي اللي يبيل انضباط. انت من اللاعبين اللي لحقتوا على نشاط لجنه الانضباط في اخر كم سنه لك لعب، كانت رايكم القرارات لقنا. يعني انت في بعض تغلطون بعد في اخطاء تصير، ما نخطئ يعني، هذا كل واحد يمشي بالانظمه يعني، زي الكشف حق المباراه معروف انه يكتب سمو الامير ومدرب ومساعد المدرب واللي قاعدين على الاحتياط، لكن الاعتراف بالحق فضيله، المفروض انه اخطات المفروض ترجع تشيل العقوبه، ما تقعد تعاند. وهذه الانظمه من زمان احنا نعرفها، ان رئيس النادي دائما يقعد على دكه الاحتياط. طيب الخبر الثاني كان معنا، لجنه الحكام تبعد الخضير والهويش او الخضير والهويش والمرداسي عن الجوله المقبله، اعلنت الاسماء وما كان فيها اسماء الثلاثه اللي كان فيها خلينا نقول لغط في الجوله الماضيه كثير من القرارات، وابعدوا في الجوله القادمه لن يكونوا متواجدين. طبعا هذا عقاب اكيد صح؟ والله احنا ما حد قال لنا عقاب، احنا شو الناس يعني، هو المفروض يا يستخدمون الخصم المادي، هي كلها كم ريال يعني، او لا او ينزلونه للدرجه الاولى يا اخي، يعني بدل ما يقعد ثلاثة اسابيع او ثلاث جولات المفروض انه ينزلونه يحكم درجه اولى، جوله جولتين ايه جوله جولتين، مع المفروض انه يبعد. تعرف الحكم هي اللاعب، كل ما ابعد عن المباريات كل ما لياقته تروح، يعني تمرين من دون انت تشوف انه ما هو من المفروض انه الحكم يوقف عن التحكيم، لا لكن يحكم درجه اقل. ايوه يعني ينزل عقابه اللي هو ينزل الدرجه الاولى او ينزل الدرجه الثانيه، تعرف انت في ثلاث مسابقات المفروض انه هذا العقاب، اذا صار النواحي الماديه تقول ضعيفه يعني. صحيح يعني النواحي الماديه كلها يعني مبلغ بسيط شخص مو فيه فهد. والله هذه نقطه مهمه الحقيقه، وانا كنت بتكلم فيها لانه انا اعتقد المقال اليوم، انا اخترت المقال اخوي تركي يعني يتكلم في هذا الشان. انت تشوف موضوع مقالك يعني في اي صحيفه كان؟ انا بالرياضيه اللي هو كان دائره المنتصف، لكاتب مساعد العبد اللي احب امسي عليه بالخير، وهذا رجل عاقل الحقيقه دائما ما تابعه لا يطغي ميوله دائما على كتاباته، يناقش القضايا دائما بكل حياديه وبكل منطقيه، ودائما يعني يناقش قضايا تعيد بالفائده، و يعني لكل للمنتقد وتثقيف الشارع الرياضي. فامسي عليه بالخير واقول انه انا اتفق مع اشياء كثيره طرح فيها، كان يتكلم على الحكام والانضباط. فكان يتكلم على انه كان في السابق اخوي تركي، وانا كنت اتوافق معاه في كثير من الطرح اللي هو قاله، كان في البدايه كانوا الحكام يتشكون من موضوع الرواتب والمكافآت والاشياء هذه، كان يتشكون من الانتقادات الكثيره من رؤساء الانديه. فانا اعتقد ان الانظمه منحت الحكام انا يعني كما يقول الكاتب يعني منحتهم، يعني تسمح لي اقرا هنا؟ تفضل. يقول اشد ما اخشى ان تكون عقوبات، هذا المقطع اللي تقصده، اي نعم، ان تكون عقوبات لجنه الانضباط تجاه من يتحدث عن التحكيم جاءت بنتيجه سلبيه على مستوى التحكيم، فبات الحكام اكثر استرخاء واقل حرصا على اعتبار انهم بعد المباراه لن يجدوا من ينتقدهم. عقوبات لجنه الانضباط وضعت من اجل حمايه الحكام، ولا يجب ان تكون نتيجتها عكسيه على الانديه. لن اتحدث عن حكم معين او خطا محدد او مباراه بذاتها كي لا اكون انتقائيا، انما اقول ان اخطاء الحكام زادت بزيادة عقوبات الانضباط ضد رؤساء الأندية واللاعبين. من حق الأندية أن تطالب بعقوبات انضباطية ضد الحكام المخطئين الذين تؤثر أخطائهم بنتيجة المباراة، فهذا من باب العدالة والمساواة. فمثلما نعاقب من يهاجم الحكام فلا بد أن نعاقب الحكم المخطئ. لا تقولوا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يرفض إعلان عقوبات الحكام، لأننا نستطيع أن نقول هذه من خصوصياتنا بين قوسين طبعا التي نكررها كثيرا عندما نبحث عن مبررات. هل يعاقب فيفا على القزع؟ بالتأكيد لا، لكننا نعاقب عليه لأنه من خصوصياتنا، وبالتالي لماذا لا يكون إشهار عقوبات الحكام من خصوصياتنا كأقل حفظ لحقوق الأندية؟ الحقيقة مقال جميل ويناقش كثير من المعطيات وكثير من الآراء اللي يتكلمون عنها. أخوي تركي أنا يعني يمكن أضيف له شيء. طبعا ما في شك من بعض الأخطاء هي صدرت من حكام جدد، وهذول اللبنة الأولى لحكامنا، وطبعا احنا بدايه الموسم اشدنا كثير بالحكام وانهم اجادوا الحقيقه، لكن في الاسابيع الاخيره كانت هناك اخطاء. كنت اتمنى من اخوي مساعد انه اضاف النقطه هذه، اللي هل لعبه الانتخابات كان لها تاثير على الحكام؟ بمعنى
هل الانتخابات لما الحكم يكون له صوت يكون عنده انفلاتية ويكون عنده يعني قوة لا يخاف من العقوبة ولا يخاف من شيء، قد يكون لها دور كبير في موضوعية أنه إيش؟ أنه يعني يا رئيس اللجنة يعني نعم بتعاقبني أنا وغيري من المصوتين لك في الانتخابات زي كذا يعني؟ زي كذا أنا أتوقع يعني أنه أتمنى أن مثل هذه لعبة الانتخابات لا يكون لها تأثير بالإخفاقات اللي حدثت للحكام في الأسابيع على أداء الحكام على الأسابيع الأخيرة، لأنه أخطاء الحقيقة فيها عناد، ما هو في يعني ما تقول يعني أنا ما بقول لك وأدخل في ضمائر الحكام، لكن في سوء تقدير وفي سوء نية في بعض الأخطاء الحقيقة، يعني أعتقد كأنها فيها نرفزة كأنها مقصودة لكثير من الأندية. احنا شفنا أخطاء الأسابيع الماضية استفاد منها يعني كثير من الأندية، الاتحاد، الهلال مثلا، النصر تضرر منها، الشباب تضرر منها، يعني هناك أخطاء كثير لكل الفرق وليس فريق واحد اللي تضرر من هذه الأخطاء. فأنا أتمنى أن نقول بحسن نية أن هذه لبنة أولى للحكام، حكام صغار يعني أهل موسم، يعني احنا ناقشنا في البرنامج كثير أخطاء تحكيم، ما في نادي مر على مر عليه اللي مر على التعاون هالموسم. صحيح صح التعاون هالموسم مع التحكيم سالفتهم سالفه يعني ينظر كثير والله يعني احنا في البرنامج اكثر من حلقه، حتى سعد القحطاني كان معانا وحتى الضيف لما يكونوا معانا يناقشون فريق التعاون السنه هذه ماخذ من التحكيم قرارات كل مباراه اقوى من الثانيه بصراحه. والمشكله انه نفس الحكم يخلونه لا، وتدري ليش وليش يعني رسخت في بالك وبال كثير من المشاهدين؟ لان الفريق يقدم مستوى حلو وتنتهي تعادلات، بعض يكون في تغيير يعني بعض المباريات يعني ما يكون لها تاثير على النتيجه صح. فتمر خطا الحكم مرات انه يعني صحيح. ابو عبد العزيز شو الموضوع اللي اخترته من اي صحيفه؟ انا حق احمد عباس المنشطات من اي صحيفه؟ يعني رياضيه بعد؟ اي رياضيه اعتقد. انه كلمه المنشطات انه لو تاخر ساعه كان راح يوقف سنتين، اعتقد لازم صفحة؟ لازم لازم بالوسط بالوسط صح. موضوع احمد يعني لازم اللعيبه الان لازم عندنا نصير الثقافه انه المنشطات بالذات ان هذه يعني يمكن اول مباراه يمكن يطبقون. واحمد عباس ترى هذا مستقبلك يعني لو انت متاخر ساعه واحده كان وقفت سنتين. وتعرف المنشطات ونظام المنشطات احنا كلنا عارفين ان الدوري السعودي يمكن تقريبا المنشطات بدات فيه يمكن قبل 5 سنوات، اعتقد انهم كلهم عارفين الانظمه وعارفين الاشياء هذه كلها، حتى من لجنه المنشطات انا اذكر انه يدخل عليك بالملعب ما يخليك تروح لغرفه الملابس، يدخل ويمسكك بيدك وتروح للغرفة معك يمشي. إيه يمشي معك، هذا نظام. ولكن أنا ما أدري أحمد عباس كيف ما دخلوا عليه يعني في الملعب أو راح للغرفة ورجع ثاني مرة، أعتقد أنه حتى لجنة المنشطات بعد برضو أنها تفعل دوره كثير. يعني هذه كان ممكن أحمد عباس يروح سنتين شوف يوقف سنتين شوف قد أرى يعني أنا يعني أتفق جزئية كبيرة مع محمد، لكن قد أرى أنه مرات لجنة المنشطات ما هو سلاح ينحط على رقبة اللاعب. إحنا لعيبة مرينا فيها، يمكن حتى بكأس العالم كنا نجلس ساعتين 3 ساعات إلى حتى ما نعطيه المادة حقة المنشطات. يعني أتمنى تأثير المباراة يكون لها دور على اللاعب، يعني موضوعية التجهيزية اللي ما هي كاملة في وسط الملعب، موضوعية أنه يعني المادة ما تأتي إلا بصعوبة مرات لأن يكون هناك تفريغ للاعب قبل المباراة بشكل كبير. فأنا أعتقد أنه يجب أن نكون متساهلين كثير في موضوعية هذا، لكن في نفس الوقت أتفق مع محمد في جزئية أنه يجب ثقافة اللاعب تكون هناك أولويات واهتمام كبير للأمور اللي أنت تتأثر على مسيرتك الرياضية. طيب اللي صار مع الحكم الخضيري يعتذر للاعب لاعب الفيصلي بعد احداث موقعة الفيصلي والوحدة، احنا شفنا اللي صار بيننا، هو الحكم اعتذر يعني. هو جميل تركي واضح اصلا يجب انه كان يعتذر من هذا الموضوع، قد نقول خبرته وصغر سنه بس في حكم ما يعتذر سام في حكم ما يعتذر. انا معك اتفق معك، هذا شجاعة منه ونفس الوقت انه هذا يدل على ان شاء الله انه تتمنى ان الواحد يستفيد من اخطائه. يعني حكم صغير في السن ما لديه الخبره الكافيه انه يتعامل بمثل هذه التصرفات. يعني عبد العزيز والله ما ادري عنه الموضوع بس، ولكن حكم اللي احتك مع لاعب الفيصلي الاعتذار هذا شهامه اسميها، يعني انه يعتذر انه اخطا ويعتذر، هذا اللي نقول على لجنه الانضباط انت اخطيت على امير فيصل بن تركي المفروض انك تشيل العقوبه، لو رجعت للانظمه واللوائح والاشياء هذه كلها يعني معهم حق الامير فيصل انه بالكشف حق المباراه، المفروض انهم نفس زي الحكم، المفروض لجنه الانضباط برضو بعد ترجع بقرارها. ليش وضع الحكام هالموسم شوي مرتبك؟ يعني اداء الحكام
والله يا أخوي تركي يعني أنا تفاجأت الحقيقة. بداية كانت مشجعة ومتفائلة وكل الناس كانوا راضين عن الحكام. أربع جولات ولا كرت. برافو عليك. وغير كذا كان يعني تألق كبير. يعني أنا لما شاهد مثلا التحكيم اليوم من الأخوان القطريين في مباراة الاتحاد والأهلي الحقيقة يعني شدني وانبهرت كثير بين الانسجام والتوافق بين رجل الخط والحكم الساحة، القرارات، الهدوء، يعرف متى يطلع كرت، يعرف متى يتعامل مع الأخطاء الواضحة. فأنا أعتقد يعني أنه يعني التحكيم ما هو صعب أنا بوجهة نظري، لكن قد تكون فيه أشياء شائبة تطلع في السطح من إعلام، من تأثير، من ميول بعض الكثير، من الاحتكاك. تعرف عندنا الوسط الرياضي ما شاء الله متفتح على مو على اللعيبة حتى على الحكام. فأنا أتمنى يعني إنه يعني لا تكون زي أنا ما طرحتها لك وقلتها يا تركي، إن موضوعية الانتخابات خلت الحكم فيه نوع من الانفلات. ما هناك يرجعون للأسرة الواحدة، يتعلمون من بعض الأخطاء الكثيرة من الاجتماعات الشهرية هذه. أنا أتمنى أنه مثلا يعني كنت أسمع أن عمر المهنة في اجتماع الشهري الأخير تكلم مع الحكم العمري أنه ما توقف مع رئيس النادي. فلما شفت المباراة الأخيرة الحكم ما يعني ما نفذ هذه التعليمات اللي قالها في الشهري، أنه مفروض خلاص نزل عليك رئيس نادي أو أحد أنك ما تجلس معه عشان ما تأول أن الكلام هذا يؤخذ بأشياء ثانية. تأكيد بعد برضه الحكم السعودي ترى خارجيا قاعد يمثلنا خير تمثيل صراحة. يعني لا نقول والله ندقق عليهم بالمحلي هنا والخارجي ناجح. الحكم خليل جلال وين خليل جلال؟ يعني خليل جلال حكم ناجح لكن الأخطاء من ضمن اللعبة. صحيح. يعني هذه ما يختلف عليها اثنين يعني، بس لكن الحكام أنا مشكلتهم إنه الإعلام يضغط عليهم. يعني خلك من الجمهور، هو ما عنده احتكاكات مع الجمهور لكن عنده احتكاكات مع الإعلام، ومشكلة الحكم يدخل تحت ضغوط نفسية. حتى يوم الآن ما احنا شايفين مباراة الديربي حكم سعودي، لازم حكم أجنبي. مباراة الكلاسيكو نفس الطريقة، إنه حكم أجنبي. بعدين متى يحكمون؟ كيف يتطورون؟ يعني هذه أنا بعد ألوم بعد أنا عمر المهنة فيها. أخوي تركي في نقطة مهمة، يعني أنا أتمنى من أخوي عمر المهنة وأنا متأكد أنه يعني ما يبخل جهد ووقت وكل شيء في موضوعية تطوير الحكام. أتمنى أنه ما يكون هناك نوع من العناد. لما يكون عندي حكم تكون عليه حملة قوية أو يكون نادي ما يبغاه، يا أخي في ألف حكم بداله، في عندنا حكام كلهم يا اخي خلاص لا تعطي هذا النادي، اعطوا يعني مباريات اخرى. صعبه بعد رئيس وجود حكام يعني جالس بس يستقبل طلبات الانديه. لا انا ما ابغى يستقبل طلبات الانديه، لكن انا الحكم هذا انسان يجب انه يجي يطبق قانون بدون ضغوطات سواء من الاعلام من الجمهور. لازم يهيئ له زي ما تهيئ للاعب. فانا اتمنى ان هذه النقطه يراعيها يعني في طيب. في تعيين الحكام. فاصل قصير بعد فاصل نعود لمواصله الحديث في البرنامج. الصقر الاتحادي يهز قلوب عشاق الآسيوية باقتناص الشباك الأهلاوي. العريس يغازل عرش آسيا ويشعل قناديل الفرح الاتحادية في سماء العروس، والأهلي يخسر قمة ذهاب الديربي القاري. الاتفاق يتحفز للثأر من رباعية الكويت الكويتي، والتعاون يستغل التوقف لتجهيز لاعبيه المصابين. الأمير فيصل بن تركي يؤكد لن أسكت على استخفاف لجنة الانضباط بالقوانين واللوائح، ولجنة المهنة تبعد الحكام القضية عن الجولة المقبلة. ألام الركبة تبعد كاماتشو عن تدريبات الشباب، والخضير يعتذر للاعب الفيصلي في زيارة للنادي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية كابتن فهد الريفي والكابتن محمد الدايع هم ضيفا حلقة الليلة. اليوم مباراة الاتحاد والأهلي انتهت اتحادية بهدف مقابل شيء. شكرا للاتحاد، شكرا للأهلي، شكرا للجمهور اللي حضر، شكرا للناس اللي تفرغت لتقديم كرة قدم فقط يعني ما تأثروا بالضغوطات، ولا اللاعبين تأثروا بالضغوطات، ولا شفنا خروج عن الروح الرياضية. شفنا كرة قدم داخل الملعب للي يبغى يستمتع ويشاهد كرة قدم حقيقية قدموها لنا لعيبة اليوم. وشكرا انهم ما انهوا الموضوع من اول من اليوم، يعني ما خربوا علينا كل شيء، تركوا الحماس مفتوح بابه الى مباراة الاياب. شكرا لحكم المباراة، شكرا فعلا لحكم المباراة. مباراة مثل هذه استطاع فعلا انه يتحكم بزمامه ويهدي اللاعبين، وما شفنا اللاعبين خرجوا عن طورهم ولا خرجوا عن الروح الرياضية. تقرير المباراة بدر فايز ومحمد حسونة يقرؤوا لنا مباراة الاتحاد والاهلي.
معركة جدة الآسيوية تنطلق بلقاء الذهاب الذي استضاف فيه الاتحاد شقيقه الأهلي. آمال معلقة ودعوات تتعالى وصافرة الحكم تؤذن بالبداية. تيسير الجاسم يقص شريط التهديدات بتسديدة من كرة ثابتة تمر بسلام على المرمى الاتحادي. الضغط الأهلوي يتواصل والحوسني يفشل في ترجمة تمريرة البرازيلي فيكتور. الاتحاد يرد هو الآخر بتهديد على المرمى الأهلوي بعد خروج خاطئ من عبد الله المعيوف. إبراهيم هزازي يسدد بعد اختراق جميل ولكن الكرة تستقر في يد الحارس الأهلوي. أحمد عسيري يلعب كرة على طريقة المدافعين أمام مرمى الأهلي ويهدر فرصة سانحة للتسجيل. نور يبحث عن التسجيل من خارج منطقة الجزاء والمولد أسامة يسدد برأسه ولكن المدافع الأهلاوي يخرجها قبل أن تعانق الشباك الأهلاوية. الثنائي المرعب يظهر مع الدقيقة 32 ولكن الحوسني يخفق في التسجيل بعد تصدي رائع من مبروك زايد. مع نهاية الشوط الأول كاد القائد الاتحادي أن يفتتح التسجيل لولا براعة عبد الله المعيوف الذي تصدى للكرة ببسالة. الشوط الثاني يبدأ بمبادرات أهلوية وتيسير الجاسم يقترب من هز الشباك الاتحادية. الحوسني عماد ينفرد بالمرمى الاتحادي ولكنه يصطدم بعقبة إبراهيم هزازي الذي أنهى خطورته. نايف هزازي يسعى جاهداً لاقتناص كرة الهدف ولكنه يخطئ. الصقر نايف ينتهز فرصة داخل منطقة الجزاء ويهدي الاتحاد الهدف الأول. التبديلات الأهلوية تحضر بالزج بموراليس والمدرب الاتحادي يرد بإدخال فهد المولد. محمد نور يصنع وهزازي لم يوفق في مضاعفة النتيجة. لينتهي لقاء الذهاب بفوز اتحادي بهدف للا شيء سيصعب من مهمة الأهلي في لقاء الإياب ويجعل الاتحاد يدخل اللقاء بارتياح أكبر. وكما قال فارس عوض هزازي يبحث عن عرش آسيا ليهديه لبلقيس. بدر الفايز كورة. أبدأ معاك فهد، الاتحاد والأهلي إيش تحب تقول عنها؟ طبعا أنت سبقتني على مقدمة جميلة وممكن أضيف لك أني أقول أنه البداية خليني أشكر صاحب سمو الأمير فهد بن خالد ورئيس نادي الاتحاد اللي أعتقد كان هناك احتقان في الوسط الرياضي، يعني أشغلونا بالجماهير والتقسيم الجمهور والتذاكر والأشياء هذه، لكن أنه رئيسين يأتون في سيارة واحدة ويسوون برنامج ويعني يهدون الوضع العام، فهذا أعتقد المصلحة الوطنية سبقوها فوق موضوع أنها مباراة، يعني مباراة عادية. خلني أقولها أرجع للمباراة أقول لك أنه كرنفال خارج، يعني كرنفال جميل الحقيقة، يعني إثارة جماهير لما تشاهد أنه فريقين سعوديين يوصلون دور الأربعة تقول كيف ترتيب، لما تشوف هالعناصر تقول كيف ترتيب المنتخب 113 لما تشوف على فريقين يوصل. لكن أنا أعتقد أنه الصخب والإثارة صارت خارج الملعب أكثر من الأداء. حتى الجمهور ما شفناه يعني عنده مشاكل يشجعوا بس. صح 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 يعني فالإثارة داخل الملعب كانت معدومة. أنا في وجهة نظري مباراة كانت مملة، مباراة عادية. لو جيت تكلمت على الأهلي أعتقد أن الفريق الأهلي عنده مشكلة، فريق يلعب بمجموعة كاملة بنشاط كأنك يعني تشحنه وتفكه في الملعب، فما يكون عنده توزيع للمخزون اللياقي. اليوم
لما احنا نشوف مباراة مثل هذه وفي نصف نهائي آسيا ومباراة قرن موسمي وديربي آسيوي ولما تشاهد كيف الرتم وتشوف كيف الباصات وتشوف كيف المستويات اعتقد انك تقول هذا في بداية موسم، ما تقول هذا بعد الأسبوع العاشر. لما انا تذكر في حلقة من الحلقات قلت لك هذا ما هو دوري زين، هذا دوري واقف، يعني من كثر الإيقافات أعتقد أثرت حتى في مستوى اللياقة للاعبين. كم وقفنا؟ خمس يعني مرات الحين أو ست مرات؟ أربعة. ها؟ يعني خمس مرات، إحنا داخلين في الخامس أعتقد. فلذلك أنا اللي واضح اليوم إنه بكل أسى أنا أقولها أتمنى إنه ما يكون حدسي صحيح، إن سنسلم الكأس الآسيوي يعني بسبب جدول المسابقات عندنا والإيقافات الكثيرة اللي سائرة. يعني أتمنى لا يخسر الوطن يعني كأس مثل هذه أو بطولة مثل هذه البطولة. أنت تشوف فهد إنه لو المسابقات كانت مستمرة أنا أعتقد كان ممكن أداء مختلف، كان الأداء يكون مختلف اليوم يا أخي. ما كان اللاعب ما يقدر ينفذ اللي في راسه. أنا اليوم كان هناك لو قبل الهدف كنت تتوقع أنها تعادل المباراة، لولا الهزازي ما استغل هذه الهفوة من دفاع وعمق الأهلاوي كان ما أعتقد. شلون اللاعب ما ينفذ اللي في راسه؟ يعني لياقياً مو لياقياً ما يقدر يساعده. اليوم حتى الأهلي ما يقدر يعوض على المباراة، لو قعد له بكرة ما أعتقد إنه يعوض المباراة. اليوم الأهلي اسمح لي شوي، اليوم سيطر بموضوعية اللعب الجماعي، التحضير الجيد كانت في بداية المباراة أول 20 دقيقة، استغلال الأهلي ليتفوق على الاتحاد في موضوعية الأظهرة والمساندة الجميلة، الفريق الأهلي يلعب كأداة لاعب واحد، عشان كذا مجهود كبير. أنا متأكد يا تركي أنك حتشيد بهالنقطة، كنيدا مدرب الاتحاد ما في شك أنك أنت معجب فيه، لذلك أنا أشوف أنه لعب بسلاح موضوع الإيقافات في الدوري، موضوع المخزون اللياقي، قدر يتدرج الأهلي. ويعني واقعية كانيدا لما تكلم وقال إن الأهلي أفضل وأحسن كمركز كنقاط في الموسم الماضي، ما كان تخدير تصريحاته، كان عنده كان ما كان تخدير، كان يتكلم ما كان تخدير، كان كلام واقع والدليل على سير المباراة وطريقته. أقوله بعد ما كان تخدير، الكلام اللي قاله المدرب حق الاتحاد كان تخدير. اليوم ما شفنا لا عماد الحوسني، لا شفنا لا فكتور، لا تيسير الجاسم، لا معتز، كل الفريق الأهلاوي بعيد عن مستوى إلا ما عدا الشوط الأول يمكن تقريبا حدود نص ساعة. هذا الأهلي الرتم العالي قاعد يلعب وهذا، ولكن الاتحاد الميزة اللي مدرب الاتحاد ولعيبة الاتحاد إنه يعرفين اليوم لو سجل أي هدف بالاتحاد ممكن الاتحاد يطلع أو إنه يصير صعب المباراة الجاية. لكن أنا حافظ هو وش سوى، حافظ النواحي الخلفية، لعب يعني شفنا أسامة، شفنا منتشر، شفنا حزازي اللي احنا قاعدين نتكلم عنه قبل إبراهيم. الحلقه نقول لك اقول لك ابراهيم هزازي نرجع نفسه، تعرف من نادي منافس تجي والجمهور يتقبلونك وهذا وتطلع بالمستوى هذا. اعتقد الاهلي خسر ابراهيم هزازي اللي شفنا اليوم او شفنا كذا مباراه ابراهيم هزازي، مش مباراه اليوم بس. مش مباراه اليوم، يعني من يوم انتقل للاتحاد وهو الرجال قاعد يقدم مستوى طيب، ما في لا مشاكل ولا شيء. اعتقد انه خسروا الاهلي. كامل المر اليوم بعد برضه من نجوم المباراه، الحراس مبروك زايد اليوم وعبد الله المعيوف ما قصروا. كنت بس اكتوني على الحراس، لا ما قصر حتى الهدف، يعني ما يسال عنه عبد الله المعيوف، ولكن طلعت فرص حقيقيه من هذا، يعني فرصه محمد نور وفرصه الحوسني. اعتقد هذا اللي احنا بحاجته الان، اللي هو الحراس السعوديه ترجع كما كانت. واعتقد ايش اللي سواه اليوم المعيوف في كره نور؟ اشرح لنا. ذكاء، يعني اعتقد انه قرأ الكره صح وسكر على الزاويه ولا تقدم عليه طلع، يعني لو طلع عليه ممكن يطلع برا اللعبه، ولكن هو وقف في حاله مثل هذه. يعني يتقدم اكثر ولا يرجع اكثر؟ لا لا لا، يعني على حسب. انت تشوف نور يطالع له نور، يعني يبغاه يطلع على اساس يقدر. خلاص شتت نور شاتها، شوف طلعها. هذه بنظره حارس، لكن انا اشوف انه خبره محمد نور خذلته في هذه الكره. هذه اللقطه شوف، اي انا تشوف خذلته، المفروض انه كان يرفعها من فوق الحارس. الحارس طلع قفل عليه الباب، لا يمين ولا يسار. محمد نور انا قبل ما اشوف اللقطه انا قلت لك انه كان بالمفروض انه يرفعها، لو رفعها كسر ظهر الحارس. انا اعتقد انه لا يمكن، ما لها بس كان تصرف ذكي من المعيوف. ما في شك انه طلوعه كان يجب انه يقابله حسن تصرف محمد نور انه يرفع الكوره. على كل انا كنت اتمنى انه نشيد بعد بعسيري قلب الدفاع الاتحادي، كان لاعب جيد واعتقد كسب الاتحاد. الشربيني اعتقد انه لاعب يحيى الحكم سم يحيى الصغير نعم. اللاعب الشاب هذا نعم. البصاص في الاهلي برضه كان كويس ما شاء الله تبارك الله. لكن اني بجي النقطه، انا تعجبني احترافيه الشربيني. شوف الادوار الدفاعيه والهجوميه اللي ساير يقوم فيها، يعني انا اعتقد انه يعني كان
مهم في مباراة اليوم دفاعيا وهجوميا. في كثير من المباريات يقوم بأدوار خفية، من النادر اللاعب الأجنبي يقوم بهذا الدور. الأهلاوية قد أقول لك أنه فكتور عدم جاهزيته اليوم خذل الأهلي أكثر منه من أنه يعني يساعد. من عجبك في الأهلي طيب كابتن؟ أنا اليوم أعتقد قد أكون ميال إلين قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة لتيسير الجاسم، كان نجم المباراة. وأنا أستغرب تيسير، لما أشوف تيسير في الأهلي أقول وين تيسير في المنتخب؟ يجب أن يفرض شخصيته على أداء المنتخب، يجب أن يتحرر من ضغوطات خارجية، أن يعني يشوف نفسه في المنتخب زي ما يشوفه في الأهلي. أشوف صانع لعب جيد، متحرك، يملك تصويبات، قيادي في الملعب كثير. يعني الحقيقة قد كل مباراة أنا ما بيتكلم فيها كثير، لأنها ما كان هناك ذيك المتعة اللي احنا نشاهدها في نصف نهائي بين فريقين كبير في حضور الجماهير الكبير. الاتحاد من عجبك؟ إبراهيم هزازي الحقيقة عجبني، الشربيني عجبني. كنت أتمنى أني أشوف في هذا الموضوعية الارتدادية وموضوعية الفراغات الكثيرة المولد يكون له وقت كافي أنه يدخل جو المباراة. ما أعطي وقت كافي، ما أعطي وقت كافي. وعبد العزيز من عجبك في الاتحاد؟ نور برضو. من عجبك في الاتحاد؟ الاتحاد أسامة ومبروك زايد وأنس ونور، أعتقد هذول اليوم وهزازي قاعدة بالهلال. إبراهيم قاعدة الهلال، الاتحاد قلبي مع الهلال. قلبك مع الهلال أبو عبد العزيز. إبراهيم هزازي، إبراهيم هزازي هو النجم الأول اليوم بالحماس والروح والتركيز، أعتقد هذه تنعكس. هذه اليوم أعتقد أن الاتحاد خذ المباراة بذكاء، ذكاء مدرب وذكاء لاعبين. يعني مباراة زي هذه لو جابك هدف وهي على أرضك ممكن تصعب عليك المباراة اللي بعدها. طيب الأهلي من عجبك؟ الأهلي كامل المر وعبد الله المعيوف فقط، بس ما الباقيين ما أعتقد أنهم يعني معتز. ما شفناه، نص الملعب فاضي، فكتور واقف مستسلم. صعب على مين؟ صعب على الأهلي ولا سهل على الاتحاد؟ كيف مباراة اليوم سهل على الاتحاد أكثر ولا صعب على الأهلي؟ سؤال لا القادمة. سؤال حلو، سؤال حلو. أنا أقول لك إن لسه إلى الآن إحنا في المباراة على المستويات، على المستوى أسهل. على المستوى اليوم انا اقولها ما هو بعيد ان الاهلي يفوز، وما هو بعيد ان يعني مباراه سهله بين الفريقين. 50-50 انا اعتقد انها 50-50. عبد العزيز، من الصعب جدا انك انت الاتحاد يلعب فرصتين، اي تعادل والفوز. بس الاهلي اعتقد انه اذا صحح اعتقد انه يرجع، لانه 1-0 بالنسبه لكم الاهلي وبالنسبه لكم الاتحاد في الملعب. الاتحاد انا بالنسبه 60% 40% الأهلي. لا ننسى ترى عنصر مهم الأهلي جماهيريته من الموسم الماضي. كان جمهور الأهلي هو نجم الموسم، فأعتقد أنك تلعب على أرضك بنتيجة 1-0 ما هي بعيدة على الفريق الأهلاوي. في نفس الوقت الاتحاد متمرس في مثل هذه البطولات ويعتبر يعرف وش يبي ويعرف كيف يعرف وش يبغى. لكن أقول لك كمستوى عام المباراة لسه إلى الآن في الشوط الثاني. تتفق مع كلام عبد العزيز أن الاتحاد أخذ المباراة بالذكاء؟ والله أنا أقول أخذها بواقعية كثيرة. الأهلي أفضل جماعية، أفضل تنقل، لكن أعتقد أن الأهلي عنده مشكلة دائما في النص الأخير من المباراة. الأهلي يهبط مستوى كثير. طيب خلينا نشوف تقرير يتحدث عن جارليم وكنيدا مدربي الفريقين، وبعد نأخذ تعليقكم على أداء المدربين. نشوف التقرير. انتهت قمة آسيا السعودية بين الشقيقين الاتحاد والأهلي بفوز اتحادي بهدف دون رد. وبعيدا عن الأحداث التي دارت على أرض الملعب، فإن هناك 90 دقيقة كانت في المضمار. انتصر الاتحاد ففاز كنيدا الأسباني، وخسر الأهلي فلقي التشيكي جاروليم ذات المصير، رغم أن اللقاء كان تكتيكيا بحتا بين الداهيتين. اللقاء بدأ بتشكيلة اتحادية تعتمد على خطة 4-5-1 في حالة الدفاع، مع الإبقاء على نايف هزازي وحيدا في خط المقدمة، و 4-3-3 في حالة الهجوم، مع تقدم دييغو سوزا وأنس الشربيني في الأطراف، ومساندة إبراهيم هزازي لسوزا من الجهة اليمنى، وحمد المنتشري مساندا للشربيني من الجهة اليسرى. مدرب الاتحاد كنيدا نوع من طرق الغزو على المرمى الأهلاوي، فترة من الجهة اليمنى النشيطة وأخرى عن طريق الشربيني في الجهة اليسرى، ولكن على استحياء. وفي الجانب الآخر كان الاعتماد على العرضيات واضحا بانتظار رأسيات نايف هزازي أو أسامة المولد في حال ضربات الزاوية.
التسديد باتجاه المرمى الأهلاوي كان قليلا جدا ولم يجد الاتحاديون فرصة لذلك. تغيير واحد أجراه كنيدة بخروج سوزا ودخول فهد المولد الذي يتميز بسرعة لإشغال الدفاع الأهلاوي في الوقت الأخير من اللقاء. أما جاروليم فاعتمد على طريقة واحدة دفاعا وهجوما وهي 4-4-2، عماد الحوسني وفيكتور سيموس ثابتين في خط المقدمة. خط الوسط كان الاعتماد واضحا على الجهة اليسرى بتواجد تيسير الجاسم الذي لم يجد مساندة دائمة من الظهير الأيسر منصور الحربي. سيموس لم يكن في يومه جراء المراقبة اللصيقة من أسامة المولد. استغلال أهلاوي واضح لثغرة واضحة بين متوسطي الدفاع الاتحادي نجم عنها أكثر من فرصة لعماد الحوسني ولكن لم تستغل بشكل صحيح. التغييرات الأهلاوية التي أجراها جارولين لم تغير شيئا في اللقاء، فمروليس الذي حل بديلا لكامل فلاتة لم يقدم ما يوحي بتواجده كبديل ناجح، وحتى محسن العيسى الذي دخل في وقت متأخر بديلا لمعتز الموسى لم يسعفه الوقت لتعديل أي شيء. كنيدا وقارلين، أنا عجبني صراحة مدرب الاتحاد وطريقة اللعب اليوم وتسكير المناطق الخلفية واللعب على كرة مرتدة، يعني واضح أنس من على اليسار ونور عند اليمين لا انقطعت من المدافعين على طول يا النور يا الأنس. أعتقد أنه هذا المدرب اللي يعرف أنه أي هدف في مرمى ممكن يحرجه في المباراة الجاية. استفاد من غلطة مباراة جوانزو لما غير التشكيل؟ أكيد، هو شوف دائما الشوط الأول جدا متضايق من اللي صار هذاك اليوم. هو شوف يختار بالبداية هو اختياراته بعض الأحيان ما تدري وش يبغى، بس لكن إنه الميزة اللي فيه إنه يقرأ المباراة بين الشوطين. أعتقد يتغير الاتحاد 180 درجة، يعني الأهلي اللي شفناه اليوم الأهلي لاعب الشوط الأول إلى 30 دقيقة لاعب الأهلي، لكن الشوط الثاني اختفى الأهلي، وهذه ذكاء المدربين. يعني انت لما تلعب الشوط الثاني إيه، بس انا اتكلم عن جارولين كابتن، يعني ترى مدرب عارف امكانيات لاعبين. لا انا حكيك عن المباراه اليوم، انا قلت لك انا انتقدت فكتور وعماد وتيسير ومعتز ما شفناهم، يعني المدرب ما له دخل بعض الاحيان إيه. وهذول هم نفسهم التشكيله هم اللي يلعبهم كل مباراه. تشعر انه جارولين عنده يعني قدره فنيه؟ انظلم من لعبته، اختصر عليك، انظلم من لعبته اليوم. اللعيبه خذلوه؟ خذلوه، لانه نص الملعب، لو تشوف نص الملعب وجميع المحللين كلهم النص الملعب ما هو فيه الأهلي، ما هو فيه تيسير الجاسم، ما هو هذا تيسير، يعني صحيح أنه يسدد وتسديدات وهذا، بس لكن ما هو مالك أن النص مثل ما قال فهد أنه يصير قائد شخصية زي طريقة محمد نور بالاتحاد، يعني شخصية هذا يعني كذا. أنت اليوم تقول أنه لاعبي الأهلي هم خذلوا المدرب وجل عماد الحوسني تحركاته اليوم غريبة، فكتر مستسلم، تيسير يعني يحتفظ بالكرة كثير، معتز لا هو اللي مساعد المدافعين ولا هو اللي بالنزعة الهجومية. أعتقد أنه ما في إلا كامل مر، بس هو اللي يمكن الجهة اليمين أعتقد أنها صارت فيها مناوشات كثيرة. فهد كنيدة وقارولين، والله شوف إحنا لو نظرنا للمدربين أعتقد أنهم يختلفون، واحد عنده نزعة هجومية بحتة مع كرة شاملة والآخر مدافع متحفظ. يعني كنيدة أنا أعتقد أنه كذا أقول أنه التوقفات ساعدته في أنه يستغل بطريقته، هذه قد تفيده لو كان هناك توقفات وكانت هناك الفرق في الدوري السعودي قوية، أنا أعتقد كان ستتغير نظريتنا فيه. لا نريد أن نستعجل بالأحكام على موضوعية المدربين. أنا أقول جاروليم مدرب ممتاز في الناحية الهجومية، لكني في وجهة نظري أشوف أنه تقليدي، ما هناك أسلوب مفاجأة لديه في المباراة. وبعض المرات يعني زي تغييره اليوم لما نزل موراليس، كنت أعتقد أنها يعني مغامرة منه أنك تخسر على أرض الاتحاد 1-0، من الصعب أنك تنزل لي مهاجم بدل كامل المر المر الظهير رقم 2 وتلعب موراليس. يعني أعتقد لو جاء هدف في ظل هذا النقص الدفاعي في النادي الأهلي كان أعتقد ضيعت عليها المباراة. فيعني كان مفروض أنه يكون أكثر هدوء، أكثر قراية في اللعب. مرات تكون ما تكون في يومك،
في المباراة تخسر بأقل نتيجة أحسن من أنك تخسرها في مباراة واحدة. أنا أشوف أن المباراة إلى الآن يعني لسه في الملعب وأعتبرها شوط آخر. اليوم الأهلي أول نص ساعة كان مثالي في طريقته في هجومه في باصاته في تحضيره للكرة، وآخر دليل أنه الهجمة الحوسني لما كانت تنقلات أكثر من 6 باصات ولعبها فكتر إلى الحوسني وانفرت في المرمى وما توفق فيها. أنا أعتقد أن الأهلي يعني في ظل هذا المدرب عطاءاته الموسم الماضي نتائجه الكبيرة مشكلة الفريق الأهلاوي إذا لم يحسم المباراة الشوط الأول فإن المخزون اللياقي في ظل هذا اللعب الجماعي وظل عدم توزيع اللياقة فأعتقد أنها مشكلة كبيرة لدى غوريليم لازم يحسنها في هذه المباراة. أنا أقول لك كانيدا رجل خلق انضباطية غريبة في النادي الاتحاد يا تركي. كيف تقول لي خليني أقول لك كل المباريات ما خسر لوحده؟ لا أي أنا معاك أقول لك خلق انضباطية في دفاع الاتحاد بطريقة جميلة. كان الاتحاد لما يسجل فيه هدف يكون فيه استنفار من الخطوط الخلفية، ما هناك انضباطية لبعض الأدوار الدفاعية. أنا قاعد أشوف مثلا يعني عندك ما شاء الله تبارك الله أمبابي سعود كريري عندهم انضباط جميل وتفاهم كبير يعطيهم خط دفاع آخر للاتحاد قدر يخلقه. كان تعليق أخير أبو عبد العزيز. حتى بعد إذا حنا ننتقد أن الدوري دائما يتوقف بعد ننتقد الجهاز الطبي اللي ما للاتحاد والجهاز اللياقي مساعد المدرب. أعتقد اليوم لما أنت تجي بنص الشوط الثاني يبقى لك 5-6 لاعبين كل واحد عنده شد عضلي، هذه مشكلة، هذه مشكلة للجهاز الطبي والمشكلة للجهاز الفني. عموما ألف مبروك للفريق الاتحادي، هارد لك للفريق الأهلاوي. المباراة لازالت في الملعب كلب للفريق الاتحادي. نروح فاصل وبعد الفاصل نرجع لمواصلة الحديث في البرنامج.
الاتفاق يفتش عن الثأر من الكويت في موقعة الرد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. الحديث لا زال يتواصل مع العريس فهد الهريفي ومع الكابتن محمد الدعيع. شوف تقرير تاني تحدث أنا بعريس أنا يعني لا أنت عريس طول عمرك عريس بس فهد عشان توه جديد نبغى نحتفل فيه شوي زوجون على حسب كورة يبشر ولا يهمك عشر بس عشر ترى تزعل تزعل من العيال انا ما لي دخل هو اللي يقول ايوه طرد خلينا نشوف طلع علينا اشاعات ابو عبد العزيز. خلينا نشوف التقرير اللي تحدث عن الفريق الاتفاق والكويت الكويتي مو مزوجين ترى ما لنا دخل فيه شوف تقرير بس ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام سيكون مسرحاً للقاء الإياب من الدور النصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي حين يستضيف الاتفاق السعودي نظيره الكويت الكويتي، وسيسعى كل من الفريقين للبحث عن التأهل للنهائي الآسيوي رغم أن حظوظ النادي الكويتي تبدو أوفر بكثير حيث فاز في لقاء الذهاب بأربعة أهداف لهدف، فيما يدخل الاتفاق هذا اللقاء بدعم جماهيري وإداري كبير حيث ستفتح المدرجات مجانا أمام الجماهير والتي ينتظر أن تكون داعما أساسيا للكوموندوز للعبور نحو المباراة النهائية. المدرب الاتفاقي سكورزا أكد ثقته بلاعبيه لحسم نتيجة اللقاء رغم الفارق الكبير الذي يصب في مصلحة الفريق الكويتي، وتعول الجماهير الاتفاقية على هداف الفريق يوسف السالم ليقود الفريق نحو الفوز بصحبة زملائه الذين عقدوا العزم للظفر بهذا اللقاء. فهل سيتغلب النواخذة على ظروف المباراة وفارق الأهداف ويحسم ملف التأهل لصالحهم؟ أما أن الكويت الكويتي سيضع النقطة الأخيرة في مشوار الاتفاق الآسيوي. بدر الفايز كورة. فهل الاتفاق والكويت الكويتي المباراة الأولى انتهت 4-1؟ والله يا تركي يعني أعيد بس للذاكرة يعني كان في تصريح لرئيس الاتفاق الدوسري كان يتشكى من النواحي المالية والرعاة وما الرعاة، وأنا كنت والله متعاطف معه، كنت أقول ليش مثلا اتصالات يعني مع 4 أندية أو 3 أندية والاتفاق في الشرقية لم يرعاه أي أحد. أعتقد أن الدخولات المالية والرعاة لها دور كبير في محافظة الفريق على ثباته ومستوياته اللي يقدمها في المستطيل الأخضر. أعتقد أن الاتفاق بعد التنقلات اللي حصلت تيغالي سياف كثير من لعيبة الاتفاق المهمين غيرت كثير في مستوى الاتفاق هذا الموسم، وأعتقد كل الوسط الرياضي يتفق معي في ذا الكلام. الكويت الكويتي أعتقد أن المستويات اللي قاعد يقدمها في الأخيرة والفوز الكبير والعريض على الاتفاق واضح أن الفارق المستوى والأداء لدى الفريق الكويت فريق ما هو بسهل. وضع الاتفاق صعب، صحيح الاتفاق لما كنت أتكلم على الاستقرار الموسم الماضي وعدم تنقلات اللعيبة في الاتفاق فاز على الكويت الكويتي يعتقد 4 وكان تيغالي جايب 3 فيها في المباراة وكانت في الكويت. تخيل كيف لما صارت هذه التغيرات في الاتفاق أكيد أنه تغير مستواه وشاهدنا المستوى الأخير. ما في شك فريق الكويتي يعلن أنه فريق قوي، مهمة صعبة الفريق الاتفاق في مباراة الغد. أتمنى إن شاء الله أن يكون يعني حليفهم الفوز ومحاولة تصليح ما حدث في المباراة السابقة. توقع يعني بأي طريقة ممكن يرجع المباراة؟ والله الخصم ما هو سهل يا تركي، خصم يتفوق عليه في الأداء، لكن إحنا ما نريد نحبط الفريق لكن نكون واقعين وصادقين مع أنفسنا. الاتفاق ليس الاتفاق الموسم الماضي وليس الاتفاق اللي فاز على الكويت في الكويت بنتيجة كبيرة وعريضة. عبد العزيز أنا أتوقع أن الاتفاق قادر أنه يجيب 3 ولكن لازم جمهور الاتفاق يكون ملعب الأمير محمد بكرة أنه مليان على بكرة أبيه، لأن الاتفاق نادي كبير وأعتقد هو أول نادي سعودي يحقق بطولة خارجية، وهذه أعتقد أنه الاتفاق تاريخ عريق طبعا. وأتمنى أن الجمهور أخطاء الإدارة لأنه فعلا فرطت بنجوم عنده استحقاق آسيوي، المفروض أنها بعد رجال الأعمال في الشرقية تعرف أنت المنطقة الشرقية ما شاء الله
يعني مليانة رجال الأعمال، الشركات مليانة فيها. يعني ما أعتقد أنه نادي كبير زي الاتفاق ما تمسكه. مشكلة كبيرة صح؟ مشكلة كبيرة لما أنت في الدمام ما شاء الله وهالشركات وهذا كل شيء ولا يصير عندك راعي. أعتقد هذه يجب على رجال الأعمال المنطقة الشرقية أنهم يقفون مع القادسية، يقفون مع النهضة، يقفون مع الاتفاق. لأن كرة القدم الحين أعتقد أنها الحين صارت نشوف الهلال، شوف النصر، شوف الرعاة اللي بالملايين. يعني مين من اللاعبين اللي ممكن بكرة يجيب المباراة الاتفاق؟ يحيى الشهري أنا متوقع، لأنه الولد هذا إذا كان في يومه أعتقد أنه ما شاء الله يملك المهارة، يملك السرعة، يملك الذكاء، يملك ثقافة اللاعب المحترف. أعتقد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نشوفه إن شاء الله بكرة نجم مباراة. كابتن أقول لك أنه يحيى واللاعب البرازيلي المهاجم يعني عنده لمسات مرات جميلة صراحة. يعني أعتقد لو يساعده الاتفاق كثير يقدر يتوج مستوى الاتفاق بأنه يغير النتيجة. بس أتمنى أن يكون يعني مثل محمد في تفاؤله أنه يمثل خير تمثيل الكرة السعودية ويعدل النتيجة. أكثر خط تخاف على الاتفاق من الدفاع الوسط الهجوم؟ والله شوف الفريق الكويتي عنده انطلاقات خاصة بالأطراف. دفاع الاتفاق العنزي ووليد علي. ها؟ العنزي ووليد علي ما في شك. يعني فريق يعني من الصعب خاصة سيظل مدافع وانت تكون يعني تحت الضغط المباراة السابقة، ما بالك انك يعني امام فريق اقوى منك وافضل منك يعني اداء صراحة. طيب خلينا نشوف بطاقة لمباراة الغد. يلتقي عند 7:50 من مساء غد فريقا الاتفاق السعودي والكويت الكويتي على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن إطار إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في مواجهة منقولة على شاشة القناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق أحمد النفيسة. طيب فهد توقعاتكم المباراة؟ مباراة بكرة؟ نعم. ودي أقول 4-0 قول الاتفاق. ودي قول لي تبي وإحنا ننتظرك بكرة. أنت تعرف إحنا اللي يتوقع نشوفه ثاني يوم 2-1 الاتفاق. إيش كنت بتقول قبل 2-1؟ ها واحد شيء كده ورجع 1-1. طب أي واحدة فيهم؟ 2-1 الاتفاق. ترى شوف لو صارت 1-1 بكرة لا قدر الله قلت تراني قلت واحد كنت بقول 1-1. لا أجل خذ 4-0 اللي قلت لها أول. ليش ما تأخذ هذه مثلا؟ كيف اختعتني واحدة الحين؟ لا 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 والله إني أحب الاتفاق. عطنا نتيجة في وضع بكرة صار في وضع حتى المحب ما يقدر يتعاطف معه. طيب. الحقيقة يعني 2-1 الاتفاق. 2-1 أبو عبد العزيز. 3-0 تنتهي بالترجيح للاتفاق. 3-0 تنتهي بالترجيح للاتفاق. تنتهي بالترجيح للاتفاق. تصير ساحر كذا قوية. توقعات هذه ما شايفها في الطش. بس عاد ثلاثة وتجيبها كذا وتصير ضربات جزاء. والله أتمنى والله مسجلين يا رب يا رب. لا 3-0 خلاص يفوز الاتحاد. اي ثلاثة يفوز يفوز الاتفاق. اتفاق يفوز بدون ترجيح. اي بدون ترجيح 3-0 مسجل هدف صح هناك. اي ان شاء الله 3-0 رجال وبدون ترجيح. بدون ترجيح خلاص ما طب فيها بلنتي فيها شيء؟ ان شاء الله فيها بلنتي. طيب خلينا نشوف ضيوف حلقة الغد. طيب نروح الفاصل. نروح الفاصل. مساعد العبدي يتساءل لماذا لا تعلن عقوبات الحكام. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. الحديث لازال يتواصل مع الكابتن فهد الهريفي والكابتن محمد الدايم. فهد كثير ناس مرسل على تويتر وعلى فيسبوك يباركوا لك وفرحانين لك وجمهورك كثير محب لك. احنا في برنامج كورة نحبك وانت تعرف هالموضوع. فبس أسأل سؤال، تقبل هدايا انت ولا ما تقبل؟ والله ترى نسيتكم في البداية يعني حقيقة. انتوا سويتوا لي كليب حلو الحقيقة. واشكرك واشكر أسرة البرنامج عليه. و يعني ما اكذب كنا قاعدين يعني كلنا عنا والعائله كنا مره مبسوطين صراحه فيه. فالف شكر لكم. اعتقد هذه اجمل هديه.
السالفة هذه، أنت تستاهل، تستاهل كل الحب، لا تستاهل كل التقدير. عريس جماع كل الحشاب، شكلكم عودتوا في صوت المين؟ أقول شكلكم عودتوا إنه على صوت المين جاي حبيبي. بارك الله في عريس جماع كل الحشاب، بارك الله في عريس حبيبي والله تركي Come on.
يا شباب صوت طالع على الهواء. أول شيء اسمح لي بس ترى والله العظيم إنك فاجأتني فيه ورب الكعبة إني ما أدري عن هالموضوع إلا الحين يعني ما كان عند فاجأتني والله وألف شكر والله إنك فرحتني كثير تستاهل وأتمنى شديد لي التوفيق إن شاء الله وتدعوني بالتوفيق عسى الله يوفقك ألف مبروك الله يبارك فيك هذا من طيبكم ونعرف إنه أنت سويت حفلك كذا عائلي وكذا بس إحنا ما نسمح لك يعني لازم نفرح فيك وانت اخونا الكبير حبيبي وفرحك حبيبي. فرحنا وهذا من يعني من فريق برنامج كوره قالوا لازم نشارك فهد الفرحه وتستاهل ان شاء الله اشوف ان شاء الله سطاب الصغير يصير معنا هنا في البرنامج ان شاء الله شكر والله يعجز لساني عن شكركم تستاهل موعدنا غدا ان شاء الله اطباقكم ان شاء الله 11:30 في امان الله في امان الله شكرا يا شباب شكرا شكرا يعطيكم العافيه شكرا لكم